بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا اهدنا وراجع بنا واغفر لنا ذنوبنا وسرافنا بأمرنا. اللهم ابعد عنا الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. يا خلاق ارحمنا ارحمنا ارحمنا. آمين آمين آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا بفضل الله تعالى وبركاته نستلم بعض حكم من آية 44 من سورة النساء. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. إذا كانوا مرحمة الروح واشتروا الضلالة وبدلوا الذي وأدنى بالذي هو خير وأصبحوا خارج الكتاب، أي يبقى لهم لا آثار حقيقية هي بركة من التوراة ولا من الزبور أو من الإنجيل، ولم يسلموا لأن القرآن هو والغل على كل الكتب، إذا حرموا من كل أنوار إلهية، فهم في الضلالة، اشتروها وأحلوا بها، يعني يشري ما يضر لمال كان يعبد فيه، مال كان يقول هذا يمشي خليني أبد، ما نتمتع به إلى الأبد، هو المال هذا وضريت وضريت، فربي المال والبنون زينة حياة الدنيا، زينة، لا تدوم، شوف الزهور، أنا تعجب منظر ولا رعيتها هكا ما لا تنعش لا إلى لا إلى إدواء وإلى تصبح ما لا منظر ما لا يجلب ولا رائحة تربيع. هذه هي الحياة زينة، الحياة الآخرة هي الحياة الحيوان، أي مش كون فما في إنترنت هنا سواء كان بجنة أو النار، وأنتم قاعدين تعلموا رواكم للنار وبعد مش تتبكوا أرجعني أعمل صالحا. ما لا الآن أمنت، الآن استسلمت، شو الآن هنا تتيمم الآن يسيم نوغي في تغادي الآخرة قضيتها البلد مش تأخذها كما الأولى يسيم تحب يصبيني غادي في الجنة كل من حاجة لجيه في المتناول قطوف ودانية ومن ضميك يسلك. الله يتكلم بالقرآن أو ينبك إلى موت بعد الموت الأولى. حاول الخير أنت تكبرت علي، يعني كيف تعرف أنك علاش تكبرت علي؟ أنا خطأ أنت كم بالضلالة، أما الرشاد والهدى ما يعني كنت تحارب وتحارب ما تحباش تقع على أي ذهن ولا تحت أي نظر. أنت تعمل كل ما الحيال بس تلي عباد الله صدوا مع طريق الله أعطي لاهي كما تو قولوا عايدي هذو ما عايدي أجنوها تحبوا كلاب ونيران الخوف قصة نسائكم بس يزيدوا يبيعوكم في البيع فاشلة ما البداية فاشلة شيتوا ناس بأموال ضيعتوا لهم كرامتهم أنا ما شيتهم كما تحبوا أنتم وتخبوكم لكن تخبوكم وتمشوا كلكم من إيران إلى من تاب وبعد أنتم تو تعملوا هذوما إشارات تخويف أو جاي على أمن على كذا وحنا كرئيس وكرئيس وكرئيس أنا حاضري لكن نسيت اللي الله قالك لا تزكي نفسك لا تزكوا أنفسكم الله أعلم المتطهرين والله يزكي من يشاء مش أنت ولا أنا لا حق لنا العالم برك السيد سبحانه وتعالى اللي يعلم السر والأخفى من السر وخائنة الأعين وما تخفى الصدور هو الوحيد اللي يعرف أنت زكاك أم لم يزكيك بل بليسك بعث لك موجة من الأوهام قالك أنت بير عليك بير عليك بير في النفاق والشقاق وسوء الأخلاق سي صعب le type de pureté qui te convient, espèce de gens qui souffrent d'un délire féroce,
alors qu'ils ne sont pas conscients de cette férocité-là. Nous, les gens du Coran, nous sommes là pour vous redonner un peu de vie spirituelle, un peu de pouvoir, de volonté humaine, pour vous, comment dirais-je, libérer du joug satanique au célèbre al-Muttaba al-Huda.